الحياة والمياه إلى مجاريها في وادي بردة بريف دمشق، خطوة أخرى على طريق المصالحات. قبيل محادثات أستانا، هل تنتظر موسكو إدارة ترامب لدور أمريكي مغاير؟ القوات العراقية تستعيد مزيدا من المناطق في معاركها بالموصل. حياكم الله إلى استوديو الحدث. خطوة جديدة في وادي بردة بريف دمشق، اتفاق سوري دون أي تدخل خارجي، وكما تعود المياه إلى قنواتها بموجبه في العاصمة، سيعود من يرغب من المسلحين إلى حياتهم الطبيعية بعد تسوية تقضي بأن يسلموا أسلحتهم، بينما يتم نقل الرافضين للتسوية من جبهة النصرة إلى مدينة إدلب. اتفاق لا تقف تداعياته عند عودة المياه إلى العاصمة، بل هو مؤشر على أهمية طريق المصالحات السورية، خاصة قبيل المؤتمر المرتقب في العاصمة الكازاخستانية الأستانا. بعد معاناة طويلة لسكان مدينة دمشق، وصلت تقريبا إلى نحو شهر من قطع المسلحين المياه عن المدينة. دخلت ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة، وتقوم بإشراف المعنيين منذ أمس بإصلاح الأضرار التي ألحقت بمضخات النبع لتعود المياه إلى مدينة دمشق قريبا. أيام قليلة ستكون المياه بغزارتها الكبيرة تعود إلى دمشق، تعود إلى أهل مدينة دمشق. والحقيقة نشكر أيضا اليوم ما وصلنا إليه كان بفضل جهود وبسالة الجيش العربي السوري، اللي وصلنا إلى هذه الاتفاقية وإلى تسليم السلاح وإلى تسليمنا نبع عين الفيجة. والآن ورشاتنا اللي وصلت إن شاء الله ستعود، سيكون العمل جاد ليل نهار لتصل المياه قريبا إلى دمشق. وبموجب هذه التسوية في عين الفيجة، سيسلم من يرغب من المسلحين أسلحته ويعود إلى حضن الوطن، بينما سيتم نقل المسلحين الذين يرفضون تسوية أوضاعهم وهم من جبهة النصرة خارج سوريا عن طريق إدلب. وتقوم وزارتا الموارد المائية والكهرباء بجهود كبيرة لإصلاح الأضرار التي ألحقت بالأنابيب وشبكات الكهرباء لتعود المياه بأسرع وقت. ستقوم مباشرة بتقييم الأضرار وإجراء الأمور الإسعافية السريعة. لاحقا أكيد سيتم أيضا إجراء الإصلاحات النهائية. نأمل إن شاء الله أن يصلنا أخبار على التوازي من الورشات الثلاثة الموجودة في الميدان. نحن هنا كورشات وكإدارة وكوزير لن نغادر هذا المكان إن شاء الله إلا والمياه تسبقنا إلى دمشق. منذ قليل دخلت جميع الورشات على كل المستويات، إن كان التوتر 66 أو 20 كيلو فولت أو حتى ورشات صيانة المحطات. طبعا سيجري الآن تقييم وتوصيف لكافة الأضرار الكهربائية التي لحقت بالمنظومة، إن كان في محطة التحويل أو كان في خطوط 66 أو في خطوط 20 المغذية للمضخات الرئيسية لنبع الفيجي. وينتظر سكان دمشق أن تعود المياه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى طبيعتها لطي صفحة من المعاناة، مع ضرورة الاستمرار في ترشيد استخدام المياه والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية. لمناقشة ملفات الحدث لهذا اليوم نرحب بضيفنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور حسن حسن. مساء الخير. مساء الخير لك استاذ حسين، لجميع العاملين في الإخبارية السورية ولجميع الأخوة المشاهدين اينما كانوا. مساء النور. قبل ان ندخل بتفاصيل ما يجري في وادي بردة، سواء كان العملية العسكرية المستمرة في باقي المناطق يتواجد فيها الارهابيين او حتى ما حصل في عين الفيجة، في سؤال كثير من الناس يطرحوه اليوم. للحظة أصبح لدينا اتفاقات تسوية مصالحات بشكل سريع جدا، وللحظة في
مئات المسلحين الإرهابيين سابقا يعودون إلى حضن الوطن. يعني البعض يقول هو إنجاز، البعض الآخر يقول هي خطوة خطيرة، البعض الآخر يقول لا نثق بهؤلاء. ماذا نتحدث بهذه النقطة؟ قد تكون يعني وجهات النظر الثلاث صحيحة، لكن كل منها في سياقه، نعم، في دائرة الحدث والتفاعلات والتداعيات. بكل تأكيد يعني من حيث المبدأ، كل مصالحة يعني توفير دماء، كل مصالحة بغض النظر عن سأتي إلى يعني مناقشة التداعيات أو كيفية ذلك، كل مصالحة بغض النظر هذا كان مجرما، كان إرهابيا، كان هنا لابد أيضا من التمييز ما بين أمرين، بين من يحمل السلاح من الداخل السوري، من يحمل الهوية السورية، وبين من أتى من خارج يعني حدود الوطن. لا. كل من كان ضمن حدود الوطن لا يعني على الإطلاق عندما نتحدث عن مصالحة بأنه أخذ صك براءة عن إجرامه على الإطلاق. الجريمة جريمة، الإجرام الإرهاب الذي مورس لا أحد يستطيع أن يتنكر له، لكن في الوقت ذاته أنا كمتابع بدي افترض أنا عندي أخ جريح أو ابن شهيد أو 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 إلى آخره، يعني ما هي النتيجة التي سأصل إليها عندما أصر على أن يكون يعني الاحتكام إلى السلاح ليس مع مجاميع محدودة العدد، مع كبيرة، ولا أتوقف فقط عند الأعداء. يعني هذه المجاميع الإرهابية المسلحة ليست ظاهرة قائمة بذاتها، يعني لو كانت ظاهرة قائمة بذاتها لا كان كل التداعيات تختلف أو المعالجات المقاربات تختلف. أما في 80 دولة، 80 دولة من عبر على امتداد قرابة 6 سنوات الغاية تفتيت سوريا، التضحيات التي قدمها رجال الجيش العربي السوري وكل أبناء الشعب السوري دون ما استثناء هي التي أوصلت إلى قناعة عنوانها الأساس العجز عن أخذ سوريا أو تفتيت سوريا. طيب أمام هذا الواقع هناك ما بدأت يعني لوحة اصطفاف لتوازن قوى على المستوى الإقليمي والدولي تتضح، بدأت يعني تتبلور معالم أن حلف المقاومة هو من يقف مع المقاومة هم الأقوى، مهما كان هذا المسلح مغيب العقل ممسوح الذهن ما إلى آخره. عندما يجد بعد مرور 5 سنوات أن كل حرف رواية الدولة السورية من آذار 2011 حتى اليوم هي ما يتم تنفيذه، وأن الوعود التي كانوا يعدونهم بها بدأت يعني في كل مرة يتم التحايل عليها أو التنصل منها أو بشكل أو بآخر. طيب أمام هذا الواقع هذا المسلح ما الذي يمكن أن يفكر به؟ إذا كان لديه يعني بقية من عقل الأمر الطبيعي أن يحكم هذا العقل. لذلك هذه المصالحات ما كان لها على الإطلاق، ليش خير إن شاء الله شو اللي غير؟ طالما أننا نتحدث حاليا عن موضوع وادي بردة، شو اللي غير مبارح عن قبل يومين ثلاثة؟ طبيعة المسلحين اختلفت، يعني كان في مسلحين وإجا مسلحين آخرين، الجهات التي كانت تدعم هؤلاء المسلحين تغيرت، الدعم تغير، لا على الإطلاق. الفضل الأول والأخير في أي مصالحة أنجزت أو تنجز أو ستنجز لحذاء المقاتل العربي السوري والقوات الرديفة. قبل أول مبارح كان على أساس اتفقوا وتدخل الورش الصياني تم استهدافها، ما الذي تغير؟ تغير بند واحد أن الجيش العربي السوري استطاع أن يدخل إلى بلدة بسيمي أن يطهر بلدي، أصبح هنا أمام أمر واقع، ليس أمام أولئك إلا الإذعان لمنطق هذه الواقعية الميدانية. الأمر الطبيعي أن تستثمر الدولة السورية في هذا التقدم وفي يعني الوقفة الإلزامية. أنا لا أقول صحو الضمير على الإطلاق، لا من يظن بأن هؤلاء قد صح ضميرهم لا على الإطلاق، ليست صحو الضمير، وإنما هي الواقع الميداني الجديد الذي فرضه هذا الوجود أو هذا التقدم العسكري. ما الضير في أن تستثمر الدولة السورية في هذه الصحوة الإلزامية وتعمل إن كان؟ هلا بدي اسالك سؤال استاذ حسين، انا وياك وعشر شباب موجودين هون، اذا كان فيه معنا مع الموجودين 5 قوازف ار بي جي وثلاث رشاشات وبندقيتين اليات ومسدس، اي اداه من هذه الاسلحه يتم تغييبها هو مكسب للطرف الاخر، وبالتالي عندما يكون هذا التقدم الميداني هذا الانجاز الميداني بالامكان البناء عليه لدفع من ما يزال مصرا على حمل السلاح للتعامل مع هذا الواقع بآليتين أو بمقاربتين، مقاربة إلقاء السلاح وتسوية الوضع وفق القوانين
الناظمة والمقاربة الأخرى من أتوا من خارج البلاد أو أعضاء جبهة النصرة الذين يريدون أن يغادروا فليذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. طيب. وبالتالي يتم توفير دماء ويتم توفير دمار. معك بكل هذا الكلام، فرضا حسين لا سمح الله لدى هؤلاء الإرهابيين في وادي بردة، ما أنا قبل يوم كنت قاطع المي عن دمشق وفي نفس الوقت أنا لساتني عم قاتل في صفوف التنظيمات الإرهابية. طيب في بعض منهم من هؤلاء، وحضرتك تستمع إلى كلام المواطنين أيضا وكلام المتابعين، يسوي وضع حتى يعود للجيش، كيف يمكن الثقة بهؤلاء حتى يعودوا إلى الجيش العربي السوري كمؤسسة عسكرية تحمي البلاد؟ لا موضوع أن يعود مباشرة إلى الجيش قراءة ذاتية هذا لابد من المرور بمجموعة من الخطوات. ما هي الخطوات؟ لا حتى نوضح للناس. يعني أنا لست بصورة إذا كانوا سيعودون إلى يعني. طيب هو ليس وادي بردة، في خان الشيخ قبل أيام جزء منهم أصبح جزء من القوات الرديفة في الدفاع الوطني مع الجيش العربي السوري. القوات الرديفة شيء والجيش العربي السوري شيء آخر. عندما نتحدث عن قوات رديفة نتحدث عن نظام عمل خاص بها، أما ما يتعلق بعقيدة الجيش بالانضباط في الجيش بالالتزام بالجيش بأن يكون جزءا من عامل القوة الأساسي للدولة السورية هذا أمر، والأمر الآخر أن يكون ضمن هذه التنظيمات أو التشكيلات التي تسمى قوى رديفة شيء آخر. طيب أنا بدي أسألك بنفس الطريقة وخلينا يكون الحكم بيننا هلق المواطن العادي. نعم. أيهما أفضل، أن أترك هذا الذي كان مسلحا، أن أترك هذا الذي كان مسلحا وهو لا يريد أن يخرج خارج الدولة السورية، مستمر في غية في طيشة في إرهابه في عربدته في محاولة قطع الماء أو ارتكاب جريمة، أم أن أحتويه وأخفف من غلوائه وأخفف من هذه الجريمة وأعمد إلى استثمار ما يمكن استثماره من طاقاته في يعني موضوع عودة الحياة الطبيعية؟ في مثل بالمدرسة بيقول الطالب المشاغب بيحطوه على الريف، هذا لا يعني على الإطلاق أن هؤلاء سيكونوا عرفاء، لا نهائيا، هذا يعني إذا كان بالإمكان الاستثمار في إمكانيات هؤلاء، وأول أو أهم شكل من أشكال الاستثمار هو وقف هذا الإرهاب الذي كانوا يمارسونه، وقف هذا الإجرام الذي كانوا يقومون به، إنزال البنادق من على أكتافهم، الحد الأدنى، مجرد أن يبقوا في هذا المجتمع في هذه البيئة في هذا الحي في هذه القرية هم سيحتاجون مجموعة من يعني دوافع أو مقومات الحياة، سواء الأكل الشرب الذهاب القدوم، هذا كله يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عودة ما يسمى الحياة الطبيعية. دوما وأبدا المدن بشكل عام البلدات تموت تختنق عندما تتوقف دورة الحياة فيها، مجرد أن يبقى هؤلاء ويبقون تحت ماذا؟ يعني لا يتركون على كما يقال يترك لهم الحبل على الغارب، هم عندما يتم تصويت الوضع أصبحوا هذا اعتراف خطي بأنه ينطبق عليهم كل القوانين أو هم تحت خضوع وسلطة كل القوانين النافذة في الدولة السورية. أي سلوك لا قد يكون العودة إلى أي ممارسة أي سلوك إرهابي أو إجرامي أو تسليحي قد تكون العقوبة مضاعفة. إذن من شخص كان خارجا على القانون كان متمردا إلى شخص يعلن الحد الأدنى أنه سيلتزم بالقانون ويلقي سلاحه، لا قراءة ذاتية هذا يؤدي كحد أدنى يساعد سكان هذه البلدة وتلك البلدة وهذه المدينة وتلك القرية على أن يعيدوا لطبيعة الحياة لجوهر الحياة الحد الأدنى طابعها العام المطلوب. طيب. ماذا يعني استعادة بسيمة بالسيطرة النارية بوجود المقاتلين على باقي المناطق في وادي بردة؟ بس دوما وأبدا هون بدنا نميز ما بين الناحيتين، ما بين الناحية العسكرية وما بين الناحية الخدمية. يعني المنطقة وادي بردة ما بدي أدخل بالعمق أو الأهمية الاستراتيجية على مستوى المنطقة وقربة من الحدود اللبنانية بصفتها تشكل يعني ما تزال يعني منفذ باتجاه القلمون الغربي الذي ما تزال يعني بعض المجامع الإرهابية المسلحة تنتشر فيه، بكل تأكيد هذا يأخذه القادة الميدانيون بالحسبان. لكن عندما أتحدث عن بسيمي، بعد بسيمي مباشرة تجي عين الفيجي. عين الفيجي هي مقر البلد التي فيها النبع، وبالتالي وبشكل إطلالي يعني من علن إلى أسفل من فوق إلى الأدنى، بالتالي دخول الجيش بقوة السلاح بعزيمة الإرادة بالقدرة القتالية بالإصرار بإرادة تطهير نبع بردة، دخوله إلى بسيمي ماذا كان بعد بداية دخول طلائع الجيش؟ هروب المسلحين من بسيمي. إذن هذا جعل
ما تبقى من مدينة أو بلدة الفيجي تحت مرمى مباشر لنيران الجيش العربي السوري بمختلف صنوفها وبمختلف أنواعها. إذن تلقائيا، عسكريا، ميدانيا، عقليا، نعم. هذا يعني إمكانية البقاء في الفيجي غير متاحة. لذلك أنا قلت لك إنه شو اللي غير؟ المسلحين تغيروا؟ لا، المسلحين ما تغيروا. الدول الراعية لهم تغيرت؟ كمان ما تغيرت. كمية الدعم تغيرت؟ ما تغير. كل ما في الأمر أصبح هناك واقع ميداني جديد فرضته تضحيات رجال الجيش العربي السوري والقوى الرديفة، ووضع هذه المجاميع الإرهابية المسلحة أدوات، سواء كانوا من يحملون السلاح أو مشغلين في المنطقة ذاتها أو مشغل إقليمي تركي أو سعودي أو غير ذلك، أو حتى المايسترو الصهيوني أمريكي، أمام هذه الحقيقة القائمة التي لا يمكن، لابد من التعامل معها. أمام هذا الواقع القائم أصبح التأثير المشغل الخارجي في حدوده الدنيا. لذلك فعلا أنا بشكرك أنه عندما قلت أنه اتفاق سوري سوري دوما وأبدا بأي منطقة أكثر المناطق التهابا، لو يتم تجريد أو تحييد الصوت الخارجي، تأثير الخارجي يكون على يقين في غضون أيام قليلة أو ساعات يمكن الوصول إلى مصالحات أو إلى اتفاقات تماما. لكن طالما أن هناك من يغري، طالما أن هناك من يقدم السلاح، طالما أن هناك يعني من ما يزال مصرا على نفخ النار تحت الرماد، علينا ألا ننسى، معلش نكون موضوعين أستاذ حسين، قبل الإعلان عن دخول يعني هذا الاتفاق، شو كان الحدث الأبرز؟ كان الحدث الأبرز العربدة الإسرائيلية، العدوان الصهيوني الغادر يعني السافر من خلال يعني العدوان الصاروخي باتجاه مطار المزي، محيط مطار المزي. طيب أنا كمتابع ما بدي أسأل، يعني خليني نسيلي الموضوع، نحن ما نحكي تحليل وعمق وبعد لي عن كل المنطق الأكاديمي، بس الواحد فكر فيها خير إن شاء الله. كل ما كان فيه تقدم نوعي للجيش العربي السوري، كل ما كان فيه إنجاز، بيكون فيه إخراج العقرب الإسرائيلي الصهيوني الإبري ومحاولة اللدغ. ليه؟ لأنه هو يدرك مشكلة الكيان الصهيوني. طبعا أنا هون بتمنى ولو توسعنا شوي قليلا، تفضل. كل ما حدث أو يحدث إنما هو الغاية الأساسي حماية الكيان الصهيوني. وين أكثر نقطة ضعف يعاني منها الكيان الصهيوني؟ هل يعاني من نقص ذخيرة؟ من نقص سلاح؟ من دعم لوجستي؟ من دعم سياسي؟ من دعم اقتصادي؟ اصطفاف معظم دول العالم تصطف لحماية هذا الكيان اللقيط. عنده نقطة ضعف أساسية هي العامل الديموغرافي، العامل البشري. ما عنده ناس، هو يريد أن يبسط سيطرته بشكل أو بآخر على كامل المنطقة. عندما كانوا نادوا بإسرائيل الكبرى الجغرافية وعجزوا عنها، أرادوا أن يستبدلوها بإسرائيل العظمى الاقتصادية، عجزوا. أمام العجز المركب كانت هذه العقلية الشيطانية التي تفتقت عن أنه كي تبقى إسرائيل لابد من تفتيت دول المنطقة، وكل ما حدث كل ما حدث هو لتحقيق هذا الهدف. طيب أمام هذه النقطة العجز الأساسية وهي في العنصر البشري، شو بده الكيان الصهيوني؟ بده يعتمد على أبناء المنطقة في إفناء بعضها بعضا. لذلك أنا سميت هذا الحرب بالآخر، وليس الحرب بالوكالة، هذا الحرب بالآخر، دع الآخر يقتل ذاته بذاته. طيب الذي منع تمرير هذا الأمر، الذي منع وصول هذا المشروع إلى نهايته، هو هذا الصمود الأسطوري للجيش العربي السوري، هو هذه الإرادة الفولاذية لقائد سوريا والنظرة الاستراتيجية، هو هذا التلاحم والتكامل ما بين هذا الشعب الوفي والجيش الأبي والقائد الاستراتيجي. إذا أمام هذا الواقع أصبح هناك خطر. العنوان الأساسي اللي روجت أو اللي اعتمدت عليه إسرائيل هو هل الجسد الإرهابي المسلح، أصبح هناك أخطار تهدد استمرارية بقائه. لذلك عندما كان يعني بدأ الحديث أنه يمكن الوصول إلى اتفاق، كان هذا العدوان الصهيوني لإيصال رسالة، ديروا بالكم أنكم أنتم منكم أيتام، لا، هؤلاء أيتام الأب والأم، وهؤلاء مقطوعون، وليس بإمكان لا مثل هذا العدوان الغادر ولا غيره أن يغير من حقيقة الميدان التي ارتسمت. لذلك شو كانت النتيجة؟ البعض بيتشدق بيقول لك يا أخي لأيمت بتكون تردوا، مين قال لك ما عم بيتم رد؟ هذا السلوك العدواني الصهيوني هو ردة فعل بشكل أو بآخر، وليس فعلا على الإطلاق، هو ردة فعل على فعل مشروع قامت به الدولة السورية في الدفاع عن مقوماتها.
هذا أدى إلى تهديد الأهداف الاستراتيجية المرسومة لهذه الحرب المفروضة على الدولة السورية، فكان هذا العدوان لرفع الروح المعنوية المنهارة، لمحاولة يعني لملمة ما تبقى من إرادة قتال متآكلة، لأنه دوما وأبدا المعركة مو بس سلاح وأشخاص، يعني من يحمل سلاح قبل كل شيء هي إرادة قتال. فهذا العدوان طيب من الناحية العسكرية شو حقق هذا العدوان؟ يعني مو السؤال هذا، يعني هل القيام بهذا العدوان يغير على مستوى التوازن القوى الاستراتيجي الأساسي أو عوامل القوى الشاملة للدولة السورية؟ بكل تأكيد لا. إذن هناك هدف آخر. الهدف طبعا قد يكون بغض النظر، أنا ما بهمني شو بيتناوله بالإعلام، مخزن أسلحة، ما أقدر أنا أوقف عند شو يتم تناوله بالإعلام، بهمني التداعيات، الآثار، كيف يمكن، ماذا بعد ذلك. بعد ذلك كان رقم واحد دخول إلى بسيمي، رقم اثنين توقيع الاتفاق. إذا أستطيع أن أقول بأن الهدف المباشر الذي وضع لهذا العدوان، لهذا تدخل السافر، لهذه العربدة الجديدة لم يحقق أهدافه، وبالعكس هو قد ساهم بشكل أو بآخر في الإصرار على الإسراع في الحسم، الإسراع في الحسم باتجاه بسيمي كان المقدمة التي أدت إلى توقيع الاتفاق وإلى ما نحن عليه اليوم. طيب تبقوا عنا دكتور حسن، أذهب إلى عنواني الثاني في استديو الحدث لهذا اليوم. مشاهدي الكرام، أقل من 10 أيام تفصلنا عن محادثات أستانا، ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه على طريق الحل السياسي للأزمة في سوريا بعدما أسفرت جهود روسيا عن مشاركة تركيا في المحادثات وما رافق ذلك من تطورات على الأرض؟ يبقى السؤال عن الدور الأمريكي، خاصة أن الموعد المحدد للمحادثات يأتي بعد 3 أيام على استلام الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميا. هل تشارك واشنطن في محادثات أستانا حول الأزمة في سوريا؟ وأي مغزى قد تحمله تلك المشاركة؟ وأي دور يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في عهد رئيسها الجديد دونالد ترامب؟ أسئلة تتكرر وتزداد أهمية قبيل أيام على الموعد المحدد للمحادثات. روسيا لم تعلن رسميا، لكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن موسكو وجهت دعوة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب للمشاركة في المحادثات، وهي التي من المقرر أن تنطلق بعد 3 أيام على استلامه مهامه رسميا. الخارجية الأمريكية كانت أعلنت أنها لم تتلقى دعوة رسمية. كذلك أعلن المتحدث باسم الكريملين أنه لا يمكن البت بأي شيء حول المشاركة الأمريكية، وهو ما يشير إلى أن موسكو ترى في الأيام الأخيرة لأوباما نوعا من الوقت الضائع الذي لا تريد أن تضيع وقتها فيه، وهي تنتظر الإدارة الجديدة لتحسم علاقاتها مع واشنطن. ورغم كل ما يقال عن المحادثات وحجم التوقعات المتأرجحة بين تفاؤل وتشاؤم، يبقى أن ما ستشهده العاصمة الكازاخستانية سيشكل مفصلا مهما في سياق الأزمة في سوريا، خاصة أن كثيرا من الوقائع الميدانية المهمة سبقته، وإن كان ما جرى في وادي بردة واحدا من تلك الوقائع، خاصة أنه قدم نموذجا جديدا للحل السوري ودون تدخل خارجي، إلا أن الأبرز في سياق ما جرى كان تحرير حلب، وهي المدينة التي كان يعول عليها وعلى أي تقدم قد يحققه الإرهابيون فيها. لكن الأحداث سارت في اتجاه مغاير وكسبت سوريا معركة حلب، وكل ذلك كان له تداعياته. ما يقال عن الانعطافة التركية لا يمكن أن ينظر إليه جديا ما لم يتحول إلى مواقف واضحة في المحادثات القادمة، وهو ما سيبقى رهنا بموقف الداعم الأكبر لمحور الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية. أرحب مرة أخرى بضيفنا في استديو الحدث في الاستديو الدكتور حسن حسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من موسكو، المختص بالشأن الروسي الدكتور نزار البوش. مساء الخير لضيفي الكريمين. دكتور نزار، أبدأ معك هذا الملف. يعني كثيرا مشاركة أمريكا في إدارة أوباما بمحادثات كازاخستان، أم الأفضل أن يشارك ترامب وإدارته فيها؟ نعم، أولا مساء الخير لك وللدكتور حسن. مساء الخير، أنتم عزيزون علينا. على وأنت عزيز علينا. شكرا. على كل حال، يعني روسيا
وعلى لسان وزارة الخارجية لم تقدم أو لم ترسل رسالة دعوة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة أوباما، بل هي تنتظر لأن يستلم الرئيس دونالد ترامب مهامه الرئاسية في 20 من الشهر الحالي. وأنتم تعرفون أن في 23 من هذا الشهر أيضا سوف يكون مؤتمر أستانا. أعتقد أن روسيا سوف ترسل إلى إدارة ترامب رسالة أو دعوة لحضور مؤتمر أستانا بكل تأكيد. يعني فكلنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لها تأثير كبير على الجماعات المسلحة في سوريا، ولها تأثير أيضا على دول المنطقة وهي التي تستخدمهم في تحقيق أهدافها، وخاصة في عهد أوباما. وطالما أن ترامب لم يغير لهجته بالتعاون مع روسيا يعني قبل وبعد فوزه في الرئاسة في الانتخابات الرئاسية، طبعا موسكو لا تعول كثيرا كما قلنا، ولكن هي تنتظر أفعالا. والآن والبارحة في مؤتمره الصحفي لترامب لم يغير لهجته أبدا تجاه التعاون مع روسيا في محاربة داعش ومحاربة الإرهاب، ولم يقل كلمة واحدة أن روسيا تعتبر عدوا للولايات المتحدة الأمريكية كما أوباما وإدارته الذين اعتبروا روسيا هي العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد أن روسيا الآن يعني تأخذ من كلام دونالد ترامب يعني كثير من الإيجابية، تأخذه يعني على محمل الجد في التعاون في القضايا الدولية، وعلى رأسها طبعا القضية السورية والقضية العراقية والقضية اليمنية طبعا. والآن الأهم هي الأزمة السورية والحرب على الإرهاب في سوريا. أعتقد أنا برأيي سوف يتم توجيه دعوة لإدارة ترامب لحضور مؤتمر أستانا بكل تأكيد، بما لها من تأثير على القضايا في المنطقة. طيب تبقى معنا دكتور نزار. دكتور حسن، إذا ما تحدثنا عن إدارة أوباما فالكلام كثير، لكن لا يهم باعتبار أنها تسلم السلطة بعد أسبوع تقريبا لإدارة ترامب. لكن هل تسلم السلطة لإدارة متناقضة معها في الأهداف الاستراتيجية؟ هذا السؤال. هل تسلم السلطة لاستراتيجية أو لمن يريد أن يقدم استراتيجية تنفي أو تضرب ما قبلها؟ لا لا، على الأطلاق. يعني كي نكون موضوعيين، خليني وقف عند أكثر من نقطة. النقطة الأولى تحديد الموعد. لماذا تم تحديد 23 شباط؟ 23 كانون الثاني. طيب كان بالإمكان يعني مقتولة بداية الشهر القادم. مجرد الحديث عن أنه إدارة أوباما لن تكون في محادثات الأستانة، الأمر الطبيعي لن تكون في محادثات الأستانة لأنه بتكون خلصت ولاية أوباما وبالتالي بدأت. لكن مجرد أن يكون الإعلان ب 23 الشهر، نعم هذا ما يؤكد أو هذه رسالة صفعة روسية قد تكون يعني أكثر من مؤلمة لإدارة أوباما، تقول له كما تدين تدان بنفس الكأس التي تريد أن تتعامل بها وأن تريد أن تخرب يعني كل العلاقات التي أو ما تزو في مواجهة الإرهاب في مكافحة الإرهاب من خلال. طبعا كان واضح أنه التصعيد العدائي بكل متى أكثر من العدائي لنهج ترامب، وخاصة بالأسابيع القليلة الماضية من خلال فرض عقوبات، من خلال يعني العمل على مجموعة من الإجراءات التي تبين عدائية إدارة أوباما. لكن هذا لا يعني على الأطلاق. أنا بشكره للدكتور نزار اللي قال أنه تراقب يعني تتعامل مع تصريحات ترامب بإيجابية، لكن هذا لا يعني أنها تسلم. هي تحتاج إلى وقائع، وهذا ما يجب العمل عليه. ليست العبرة على الأطلاق في إطلاق التصريحات، لكن على أرض الواقع بالمنطق بالتحليل لا أرى أن بإمكان إدارة ترامب بغض النظر مهما كانت قناعاته أن يبدل دفة السفينة بشكل حاد على الأطلاق. لعل هذا التقارب الروسي التركي هو خشبة الخلاص. كل ما تعنيه كلمة خشبة خلاص قدمتها روسيا. أنا لا أقول قدمتها لأنقرة على الأطلاق، لأنه أنقرة معلش يكون أستاذ حسين موضوع أيضا هي أداة. لا يعني تمام يعني خلينا نحكي شيء يقنع العقل. هل يعقل أنه تم تجنيد 360 ألف إرهابي من كل دول العالم وزجهم بالداخل السوري؟
تركيا بإمكانياتها، بقوتها الشاملة، بقدرتها، بدورها الإقليمي، بدورها العالمي. طيب ما هي كما يقال مثقلة بالمشكلات الداخلية، هي قادرة تقوم بهذا الدور؟ لا لا على الإطلاق. في ضوء أخضر أمريكي؟ لا أنا لا أقول ضوء أخضر، قد يكون، وهذا يعني بيبقى بإطار التحليل، طالما يعني الكلام قابل لمجموعة من الاحتمالات. أنا لا أستبعد على الإطلاق أن يكون هذا شيء من الاتفاق ما يسمى تحت الطاولة ما بين يعني إدارة ترامب القادمة ومن بين موسكو بشكل أو بآخر. وقد يكون، وقد يكون كمان كي تكون الأمور أوضح، قد يكون وصول ترامب إلى السلطة ليس أيضا يعني موضوع صدفي أو موضوع لأنه قدم خطاب يقنع الجمهور الأمريكي، لا لا على الإطلاق. أمام انسداد الأفق من الاستراتيجيتين الأمريكيتين، استراتيجية الحرب المباشرة واستراتيجية الحرب الآخر، يعني سواء كان الدخول إلى العراق أو هذه الحروب التي فرضوها تحت ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، الشرق والربيع العربي، وأن حققت كي نكون موضوعيين، قد تكون من أنجح الحروب على المستوى التكتيكي، إنه ما خسرت أمريكا شيء نهائيا، لا طلقة ولا قطرة دم، والمصانع بقت تشتغل وأنقذت الاقتصاد الأمريكي من دورة انهيار جديدة، كل هذا كلام دقيق. لكن على المستوى الاستراتيجي أمريكا، هاي الفرق ما بين الكبار وما بين الصغار، الحرب لعبة الكبار. وبالتالي تركيا والسعودية في أحسن الأحوال، بأحسن الأحوال عبارة عن طابة، طابة مؤكتر تتقاذفها الأرجل، يتقاذفها يعني أقدام اللاعب الأمريكي وبعض ما يمكن أن نسميهم حلفاء، وهو أن كان يعني لا يقتنع بالحلفاء على الإطلاق، يريد أتباع و... طيب. لكن هذا الواقع الجديد نحن كل واحد سوريا لازم رأسه توصل للسماء. نحن بدلنا الخريطة الكون فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. ما كان لروسيا على الإطلاق أن تحلم بأن تعود إلى هذه الفاعلية وأن تكون نداً مكافئاً له الأفضلية في كل ما يتعلق بقضايا المنطقة إلا من خلال البناء على هذا الصمود السوري، على تضحيات الجيش السوري، على ما قدم. وفي الوقت ذاته ما كان لسوريا أن تصمد بهذا الشكل الأسطوري إلا من خلال دعم الأشقاء والأصدقاء، سواء كان حزب الله، إيران، والأصدقاء في روسيا. الأمور متكاملة. طيب دكتور نزار، نتحدث عن الأستانة، لا أعلم ماذا يمكن أن يقدم الأستانة، ويوميا هنالك خروقات تسجل من طرف التنظيمات الإرهابية، لدينا خروقات في ريف دمشق، لدينا خروقات في مدينة حلب، لدينا خروقات في حمص، لدينا خروقات في دير الزور، لدينا خروقات عدة في المنطقة الشرقية، نتحدث أيضا عن خروقات موجودة في كفرية والفوعة. طيب، لم يلتزموا باتفاق وقف الأعمال القتالية، طبعا في المنطقة الشرقية ودير الزور داعش نسخة أخرى من جيش الإسلام وأحرار الشام، ما لم يلتزموا بهذا الاتفاق، كيف يمكن أن يتم الجلوس مع هؤلاء وممثليهم في الجانب التركي وربما الجانب الأمريكي أيضا؟ نعم صديقي حسين، دعني يعني أقول وبكل صراحة، يعني طرق محاربة الإرهاب أصبحت عدة، يعني أصبحت كثيرة، وأحد الطرق لمحاربة الإرهاب هي المصالحات. في حقيقة الأمر المصالحات التي تجري الآن في سوريا هي أحد طرق محاربة الإرهاب، هي حقيقة. يعني من هناك كثيرون من الشعب السوري يقولون لك يا أخي شو المصالحة وشو المصالحة؟ لك يا أخي يجب أن نعترف بعدة أمور. أولا في عمليات المصالحة، نستطيع أن نختصر هدر من دماء الجيش السوري، هذه حقيقة. ثانيا في عمليات، سوف أجيبك طبعا على سؤالك شيء طبيعي، بس دعني أتحدث في هذا الأمر أرجوك. ثانيا نستطيع أن نوفر اقتصادنا، نستطيع أن نتعامل مع تحسين البنية التحتية، لأن الهدن إلى حد ما، أنا لا أقول إلى حد ما، نستطيع بواسطتها أن نقف إطلاق النار إن كان جزئيا، لو كان جزئيا. ونحن رأينا ماذا حدث في وادي بردة، ماذا حدث في حلب تجاه المصالحة، يعني حررنا حلب بالعسكر وبالمصالحة بأنواع. إذن هذه الطرق هي يعني المصالحة طريقة من طرق محاربة الإرهاب، هذا أولا. أما بالنسبة لما سوف يعني نتوقعه أو ما نتوقعه من أستنا، طبعا أيضا مؤتمر أستنا هو مؤتمر لمحاربة الإرهاب في سوريا، أنا هكذا أسميه صديقي. إذن عندما ندعو تحارب الإرهاب بالجلوس معهم دكتور نزار،
نعم 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 دعني أتحدث. عندما ندعو هذه الجماعات المسلحة التي تريد أن ترمي سلاحها جانبا وهي السورية، أنا أقول وهي السورية ترمي سلاح جانبا، إذا نحن استطعنا أن نحارب الإرهاب، أن نوقفهم من إطلاق النار، أن نأخذ منهم البندقية يا صديقي، أن نأخذ منهم البندقية والأسلحة، وفيما بعد هناك خطوات أخرى وهو لا. دخول الجيش السوري إلى هذه المناطق التي سوف يتم رمي السلاح الجماعات الإرهابية فيها وتتم السيطرة عليها من قبل الدولة. إذا لا يمكن أن نترك يعني أن نبقى في حالة حرب دائما. الحرب هي حرب في السياسة، هي حرب الاقتصاد، هي حرب العسكر يا أخي، الحرب في كل شيء نحن ضدنا، فلذلك نحن نخوض بكل الجهات في كل الاتجاهات على الإطلاق. فلذلك ما سوف يتم في أعتقد يعني في أستنا هو تنحيف أو فصل من يريد رمي سلاحه جانبا واللجوء إلى الحضن السوري، إلى لجوء الدولة السورية. سوف الآن كثير من الأخوة المشاهدين سوف ينتقدون يا أخي اللي مسك السلاح وقتل وضرب أخي يا أخي. لا يمكن أن تستمر الحرب، لا يمكن أن تستمر الحرب. نعم نحن نحاور عدونا، ممكن أن تحاور العدو، نعم ممكن أن تحاور العدو لا. ولكن نحن على يقين أننا سوف ننتصر على هذا العدو إن كان سياسيا أو كان عسكريا. هذه هي أستنا. فلذلك هناك الجماعات المسلحة التي لن ترمي السلاح، الجماعات المسلحة التي لن تأتي إلى أستنا حتى لو برعاية تركيا، فهي إرهابية وسوف يجتمع المجتمع الدولي كله لمحاربتها، وسوف تنضم ربما دول أخرى لمحاربتها، إلا فقط أستثني أنا طبعا السعودية التي يعني سوف تبقى تزود الإرهاب بالسلاح والمال. طيب طبعا أنا أتابع وسائل الإعلام وخصوصا اللي هي ممثلة للإرهابيين. كل الإرهابيين الذين ذهبوا أو سوف يذهبون إلى الأستانة لا يريدون تسليم السلاح ولا يريدون أن يشاركوا أحد في أي شيء، يريدون فقط تسلم السلطة، هذا كلامهم. طيب أنا على أي أساس سوف أتحاور معهم؟ اللي راح يسلم السلاح أهلا وسهلا، هذا معروف الكلام، بس لا جيش الإسلام ولا أحرار الشام ولا الجبهة الشامية ولا الخزعبلات ولا الفنطوزيات اللي تطلع بأسماء مختلفة تريد أن تسلم السلاح. يا هل ترى هل هم أصحاب قرار؟ هذا هو السؤال، هل هم أصحاب قرار بتسليم السلاح أو بالاستمرار بحمل السلاح؟ هم عبيد، هم ليسوا أصحاب قرار. هون المشكلة الأساسية، وأنا قراءتي الذاتية البعض بجوز يكون متفائل أكثر من اللازم أو قد تكون بالاتجاه الآخر سلبية. سيكون العنوان الأبرز الذي سيفضي إليه مؤتمر الأستانة في حال يعني نجاح في الوصول إليه هو اكتشاف هشاشة ما تم الحديث عنه، عن يعني قدرة تركيا على التأثير على هذه المجامع الإرهابية المسلحة، لسبب لأن من يشكل أو من يقبل بمجرد النقاش، إذا حطيت أنا النصرة خارجا وداعش خارجا، ومن يريد مجرد الذهاب إلى الأستانة قبل أن يذهب إلى الأستانة قبل أن يحدد الوفد، هو هناك هذا يعني تلقائيا التخلي عن أو التوجه باتجاه الحل السياسي أو المشاركة في العملية السياسية. شو يعني العملية السياسية؟ العملية السياسية شيء والعسكرة وحمل السلاح شيء آخر، على طرفي نقيض. مجرد أن تقول أنك تريد أن تكون جزءا من السياسة من العملية السياسية، هذا يعني سواء قلت اعترفت أم لم تعترف إلقاء السلاح جانبا والإعلان عن التخلي عن الاحتكام إلى السلاح، ووفق يعني ما تسفر عن هذه المفاوضات أو هذه المباحثات. لذلك أنا أرى قد تكون يعني من أذكى الخطوات التي اعتمدتها أو التي وفقت الدبلوماسية السورية الروسية في اعتمادها. عندما يتم، خلينا معلش نوسع أو نركز الحديث قليلا، عندما يتم تحويل تركيا أردوغان من رأس حربة هذه المجاميع الإرهابية المسلحة التي يعني عاثت فسادا وقتلا وتخريبا وإرهابا على امتداد 5 سنوات و9 أشهر، إلى من رأس الحربي، من المشرف، من المتابع، من المهتم، من الملاحق لكل عمل، إلى التظاهر بدور الوسيط. تظاهر الآن شو عم تظهر؟ تحاول تركيا عم تحاول تظهر ذاتها أنه قادرة تقدم شيء إيجابي في طريق الحل السياسي.
هذا يعني الكثير الكثير، وهذا يعني وضع هذه المجاميع الإرهابية المسلحة ليس فقط يعني بإلقاء السلاح، بل من يريد أن يبقى، من يريد أن يكون مشمولا بالحل السياسي أو بالعملية السياسية، هو ملزم موضوعيا بأن يكون يعني في قتال داعش والنصرة. وعند أنا لما بقول داعش والنصرة يعني ما تقول أنت أكثر من 70% من الإرهابيين، من المسلحين الإرهابيين. نعم. وبالتالي أمام هذا كذا لوحة، ستصبح اللوحة واضحة وضوح الشمس. طيب يا هل ترى هذا الكلام لوين بده يوصلنا؟ بده يوصلنا أنه داعش والنصرة ما بنفس الوقت بد يعني انفرزوا. طيب هدول لحالهم، هدول خلقوا هيك نزلوا بالباراشوت من السماء طلعوا من الأرض، هدول ظاهرة قائية يعني هيك بالتكاثر فطريات. هؤلاء هناك من يرعاهم، هناك من يمولهم، هناك 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 كل ذلك. هذا سيؤدي إلى وقوف أو وضع الرأي العام الدولي، وهذا ما تتهرب منه الولايات المتحدة الأمريكية. ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية الله وكيلك ما كتير واقف فيه، لا إدارة أوباما ولا إدارة ترامب. إذا قال حسن حسن واللي حسين الفياض واللي هذا المحلل السياسي الإيراني أو المحلل المتابع الخبير العسكري الروسي إنه أمريكا تستثمر بالإرهاب، ما يهمها ألا تنتقل هذه الصورة إلى الرأي العام الأمريكي وإلى الرأي العام الأوروبي. اسمح لي هوني فقط، رئيس بالأمس اليوم تم يعني وصلت من النسخة اليوم ما لا أدري متى تم اللقاء، الإزفستيا الروسية أجرت لقاء مع رئيس الوفد البرلماني الفرنسي تيري مارباني الذي زار سوريا من 5 إلى 9 شهر. من يقرأ مضمون اللقاء عندما يقول يعني هذا رئيس وفد وهو برلماني فرنسي على رأس عمله يعني منتخب حاليا يمثل الشعب الفرنسي، بأن الإعلام الفرنسي يؤدي أو يوصل رسالة ومغايرة للواقع، هذا يعني الكثير. نحن عم نحكي عن رئيس وفد برلماني إجا على سوريا راح لحلب، لما بيعترف هو بيقول لك أنه الصورة التي يسوقها الإعلام الفرنسي أنه حلب كانت تتعرض لإبادة وهي مهدمة، في حين تبين أنه في 15% من أبنيتها مهدمة وحوالي 20% أضرار، يعني صار عندها 35%، إذن 65% كان كاذبا حتى يعني هو عم يحكي عن آليات التعامل. وبالتالي يصل إلى قناعة يقول هناك مقاربتان للتعامل مع تداعيات الحرب المفروضة على سوريا. هاي مو حسن حسن، مو مواطن سوري، مو متابع، مو مفكر عربي، مو مقاوم، اللي ما يحكي عم يحكي رئيس الوفد الفرنسي لما صحيفة روسية عم بيقول هناك مقاربتان. المقاربة الأولى هي المقاربة الأمريكية اللي بتقول إنه ما في مكان للسيد الرئيس بأي عملية سياسية قادمة، وهي المقاربة أدت حتى الآن إلى استمرار الحرب، استمرار القتل، استمرار الدماء، وهذا ما يجب أن يتوقف. المقاربة الأخرى التي تقول أن الأسد هو رئيس منتخب وعلينا أن نتعامل معه شئنا أم أبينا. طيب طيب أمام هذا الواقع أنا بدي أسأل، لما هذا الكلام بيوصل للرأي العام الفرنسي وللرأي العام البريطاني والأوروبي والأمريكي، هذا هناك الرأي العام له دور في صنع السياسات. عندما يقول يعني يصل إلى نتيجة أنه على البرلمانيين في بقية دول أوروبا أن تزور سوريا لتطلع على أرض الواقع على حقيقة ما هو، لأن الإعلام الرسمي أو ما يتم ضخه هو مغاير للحقيقة. هذا الكلام هذا ما تسعى واشنطن للتهرب منه، وهذا ما يمكن أن يفضي إليه، يعني تصل إليه الأمور في حال استمر يعني هذا التنسيق الروسي السوري يعني الإيراني المقاوم. نحن نتحدث عن تبدل في طرائق التفكير، نتحدث عن تبدل في القناعات، نتحدث عن تبدل في إيه ما كان في عندك بالصحافة البريطانية والأمريكية أو غيرها أخبار تتحدث أو تأخذ منحى لا أقول إيجابي معتدل فيما يتعلق بالعناوين السورية. الآن كل أمور هذا تغير، هذا بالتأكيد بفضل الميدان الذي يجري اليوم في سوريا. دكتور نزار، قبل أيام وقع الروس والأتراك اتفاقية عسكرية لتنسيق الطلعات وتحديد الأهداف التي يجب أن تقصف في سوريا، الأهداف الإرهابية، هكذا جاء بنص الاتفاق. يثق الروس كثيرا الآن بالأتراك أم هنالك حد من خلاله يستطيعون أن يغيروا موقفهم في حال لم يلتزم التركي بما وقع عليه وبما اتفق فيه؟ نعم نعم صديقي، أقول وأجزم لكم بأن الجهة أو الطرف الروسي لا يثق بالأتراك لا من قريب ولا من بعيد.
ولكن هناك يعني أولويات عند روسيا هي اقتصادية طبعا، ولروسيا مع تركيا يعني علاقات اقتصادية قوية، دعنا نتحدث بصراحة، إن كان بالغاز وإن كان في بناء خط الغاز إلى أوروبا وإن كان بالتبادل الاقتصادي طبعا. ويعني نتحدث أيضا بصراحة أن تركيا بحاجة لروسيا بشكل كبير، ولذلك اضطرت يعني ومجبرة أن تتعاون مع روسيا في القضية السورية. وبعد ذلك ما أن هناك يعني كثير من المشاكل لدى تركيا، إن كان في الداخل وإن كان مع الوسط الخارجي، إن كان مع أوروبا أو العراق أو سوريا أو يعني دول أخرى، فلذلك تعاني طبعا تركيا. لذلك طبعا اضطرت مجبرة لأن تغير، أنا أقول تغير جزئيا لا أقول كليا، تغير جزئيا سياستها بالنسبة لسوريا. عدا ذلك هناك انتشار كبير للإرهاب في الداخل التركي، إرهاب نعم وأنا أسميه إرهاب في حقيقة الأمر، أي عمل إرهابي يقتل المدنيين في أي دولة في العالم أعتقد هو إرهاب تأكيد. نعم، وهنا يعني روسيا ساعدتها كان استخباراتيا، وإن كان تعرفون في الانقلاب العسكري الفاشل أنقذت روسيا أردوغان في حقيقة الأمر، ولذلك انصاع أردوغان، أقول انصاع أردوغان للمطالب الروسية في محاربة الإرهاب في سوريا. وهناك خطوات أخرى أعتقد ما بعد أستنا، وهي إغلاق الحدود، يعني سوف تطلب روسيا، وهي طلبت طبعا سابقا، ولكن سوف تطلب بشكل يعني جازم أن تغلق تركيا الحدود أمام الإرهابيين، إن كان دخولا أو خروجا إلى من وإلى سوريا. وهنا سوف يعني يكون التعامل مع الإرهابيين بشكل دقيق، وسوف يتم قتل الإرهابيين بشكل كبير جدا. وهذا التعاون العسكري بين الاقتصاديين والأتراك هذا المجال تحديدا، في هذا المجال أي تحديد المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيين من جبهة النصرة ومن داعش ومن الجماعات المسلحة التي المرتبطة بهما، أعتقد في هذا المنحى تعمل روسيا، أي تجذب تركيا لأن تكون طرفاً في محاربة الإرهاب، وحتى لا يتمدد أكثر من ذلك في الداخل التركي. طبعا هي تحذرها إن لم تفعل ذلك فسوف يكون ذلك، هي ربما لا نسمع، طبعا احنا سمعنا سابقا جهارا أنها حذرتها، ولكن الآن في المحادثات بين الاختصاصيين أعتقد أن هذا السؤال أو هذه القضية هي الأهم في المحادثات، وأهم شيء أنه التخلص من الإرهابيين في الشمال السوري الذي يهدد بشكل مباشر طبعا الأراضي التركية. طبعا لا أعتقد أن هناك ثقة أصلا يعني بأردوغان، لا يمكن الثقة به على الأرض. طيب دكتور، يعني أخوان مسلمين لا يمكن الثقة بهم لا في تركيا ولا في غير تركيا. طيب دكتور، ولكن سوف تقوله روسيا لها في محاربة الإرهاب وفي القضية السورية، فلذلك يعني هناك تفاؤل طبعا من التعاون التركي الروسي طبعا، ونحن نتفائل من التعاون التركي الروسي الإيراني في القضية السورية. طيب تبقوا معنا ضيوفنا الكرام مشاهدينا، كما في سوريا العراق أيضا في مواجهة الإرهاب، القوات العراقية المشتركة سجلت نصرا مهما في إطار معارك الموصل واستعادت السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من الساحل الأيسر للموصل. خسائر كبيرة يمنى بها تنظيم داعش ليس في سوريا وحسب، بل في العراق أيضا، حيث تحقق القوات العراقية تقدما متسارعا في سياق معارك تحرير مدينة الموصل من إرهابي التنظيم لتستعيد السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من الساحل الأيسر للمدينة، وهو إنجاز يأتي ضمن المرحلة الثانية والمستمرة منذ تشرين الأول الماضي. وكانت القوات العراقية تمكنت من دخول جامعة الموصل وتحرير عدد من مبانيها، ورفعت العلم العراقي فوق مجمع الدوائر الحكومية وحي الصدرية وجسر الحرية
بعد تحرير منطقة يارمجة الجنوبية شرق الموصل بالكامل في ظل اشتباكات عنيفة وحرب شوارع شرق الموصل بين وحدات القوات العراقية وعناصر التنظيم الإرهابي وإحباط هجوم لداعش بسيارة مفخخة قرب الجامعة بعد تحرير مسجد الكفاءات. القوات العراقية أدخلت دبابات ضمن عمليات المحور الشرقي للموصل رداً على استخدام داعش الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات لإعاقة تقدم القوات العراقية. قائد عمليات قادمون ياني نواء الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أعلن أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرت على مجمع دوائر ومبنى المحافظة ومجلس المحافظة الجديد ودائرة الزراعة ودائرة التخطيط العمراني ودائرة عقارات الدولة، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد تنظيم داعش خسائر فادحة. وتعمل القوات العراقية والحشد الشعبي على القضاء على إرهابيي داعش ومنعهم من الهروب إلى الحدود مع سوريا، طالما أن المعركة واحدة والهدف واحد. تقدم بطيء في الموصل، لكن في نفس الوقت تحدث المسؤولين الميدانيين العراقيين بأن أعداد المدنيين هي سبب من أسباب الإعاقة لتجري، إضافة طبعا للأسباب السياسية المعروفة. ماذا تقرأ بالتقدم العراقي في الموصل؟ بكل تأكيد يعني أنا لا أستطيع أن أفصل ما بين ما يحدث في الموصل وما يحدث في سوريا. يعني ما يحدث في على الساحتين العراقية والسورية هو متكامل. الإرهاب ذاته، داعمو الإرهاب أنفسهم، المعربدون ذاتهم. يعني هل تختلف، هي خلينا ولو بينا قليلا مع اللي تفضل فيه الدكتور نزار، هل تختلف مقاربة أردوغان وعربداته في الاستمرار جنوده في بعشيق المعسكر على الأرض العراقية عن عربداته بالإصرار على التوجه أو الاستمرار في التوجه باتجاه الباب؟ لكن دوما وأبدا في قول المأثور بيقول لا تؤول كلمة سوءا وأنت تجد لها من الخير محتملة. طبعا هذا ما يتعلق في جانب الصديق، إذا بدي أسحبها على العدو بقول لا تؤول كلمة خيرا وأنت تجد لها من السوء محتملة. وكلام أردوغان على الإطلاق وهذه المواقف أنا كمتابع لا ينسيني على الإطلاق مسرحياته لا في دافوس ولا في سفينة مرمرة ولا في غير ذلك. وبالتالي من يظن بأن الآن أصبحت يعني تركيا خارج أي إطار، يعني هي رهن إشارة الروسي، لا، أنا لا أتفق مع هذا التوجه. يعني هي ما تزال قراءة الذاتية يراهن أردوغان على أن يكون كما كان رأس الحربة على الدولة السورية، أن يكون رأس حربة ترامب، إدارة ترامب، إذا فعلا كانت تريد أن تحارب داعش. وبالتالي يعني ما هو الضامن الآن؟ يعني أي ما رجع أو تراجع أردوغان إلا مرغم إلا مضطر، هاي على منطلق أو تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يعني هل يمكن القول بأن من يريد فعلا أن يقضي على الإرهاب يصر على أن يكون لديه قوات احتلال؟ يعني مجرد شو الفرق دخيل الله يعني بين داعشي شيشاني أو داعشي عثماني أو داعشي خلجاني أو داعشي بطيخ بسمار؟ هؤلاء كلهم مجرد وجود، أي وجود عسكري تركي كان أم غير تركي في سوريا في العراق خارج إطار التنسيق مع الدولة السورية هو عدوان، هو احتلال، هو اجتياح، هو انتهاك لسيادة، هو من حق هذه الدول. لكن هون السؤال، ما هي البدائل؟ طيب هون السؤال ما هي البدائل؟ يعني أمام سوريا، أمام العراق، أمام إيران، أمام روسيا، هل يكون يعني البدائل الاستمرار باستعداء جميع الأطراف، أم إذا كان بالإمكان تحييد أي طرف؟ دوما وأبدا بالاستراتيجية عندما تحول
الطرف المساهم في الحرب، يعني مباشرة كل طرف يتم تحييده من المواجهة المباشرة، هو مكسب عسكري وفي الوقت ذاته مكسب سياسي. فبالتالي بدلا من أن يتم الحديث عن أنه تركيا عدو، تركيا يا أخي والله مظبوط تركيا عدو، وأردوغان هو السبب، وما دخل إلى سوريا والعراق من إرهاب عبر البوابات التركية هو 90%. لكن وماذا بعد؟ ما هي البدائل؟ هل البدائل يعني أنه يصير فيه يعني مباشرة حرب سورية عراقية من جهة مع تركيا في ظل هذا؟ لا، لابد من أنك أنت هناك مجموعة من المعطيات التي تفرض ذاتها. إن شاء الله يعني الحظ بيظن أن والله أردوغان لحاله، بغض النظر أنه الآن الأطلسي عم يوقف بموقف أنه كي لا يعطيه دفعا، لكن لو قدر للمايسترو الصهيو أمريكي أن يشعل اليوم حربا سورية تركية أو حربا عراقية تركية أو حربا إيرانية تركية لما تردد لحظة واحدة. وبالتالي ليس من الحكمة على الإطلاق الانقياد إلى ما يريده العدو. طيب، بقدر ما يتم تحييد المساهمين المنخرطين المتورطين بهذه الحرب العدوانية على المنطقة، بقدر ما يكون النجاح يعني خطوي أو مقدم للنجاح. طيب دكتور نزار، التقدم في الموصل بطيء، لكن هنالك عدة مشاكل تجري في مدينة الموصل، منها استخدام الإرهابيين لمئات الآلاف من المدنيين كدروع بشرية. ماذا تقرأ بالتقدم العراقي في الموصل؟ اولا طبعا دعني اتقدم بالتحيه الى الجيش العراقي والى اللجان الشعبيه في العراق، الى الشعب العراقي، ومبروك لهم طبعا على هذا التقدم والنصر في جزئيا لو قلنا على داعش. اولا يعني انا كنت على شاشتكم الكريمه واكثر من مره قلت ان الجيش العراقي باستطاعته ان يحرر بنفسه الموصل وما بعد الموصل، ولا يحتاج بالمناسبة لأي مساعدة خارجية. ولكن تعرف أنت كانت إدارة أوباما ترفض هذا الأمر تماما، وكانت تضغط على الجيش العراقي وتضغط على الحكومة العراقية بأن تؤجل معركة الموصل قليلا وشهر وشهرين وإلى آخره، طبعا لأن يعني إدارة أوباما كما قال بالمناسبة ترامب نفسه اعترف وقال أن إدارة أوباما والولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنشأت داعش من أجل الضغط على الأسد يعني وإرغامه على طبعا كيري هذا فيما بعد قالها إرغامه على التفاوض معنا وتقديم التنازلات. طبعا هنا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة أوباما يعني تحديدا داعش في العراق عبارة عن سلعة أو عبارة عن قوة، نقولها قوة لاستخدامها فيما بعد ضد طبعا سوريا وضد الوجود الروسي في سوريا وضد الوجود الروسي في سوريا، هذه الحقيقة يعني. فلذلك كنت وما زلت وأقول دائما أن الجيش العراقي باستطاعته لوحده وبنفسه والاعتماد على اللجان الشعبية والشعب العراقي أن يحرر الموصل، لديه القوة ولديه الطاقة ولديه المعنويات الكافية الوافية من أجل طرد وقتل وتحطيم بنية داعش كلها في العراق. ولكن للأسف طبعا هناك المعايير المزدوجة في الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هناك تركيا لعبت دور سلبي جدا في ذلك، دعمت داعش في العراق، فنحن نعرف كلها أسسوا داعش في العراق من أجل الضغط على سوريا فيما بعد. ولكن الآن أستطيع أن أقول أيضا يعني تحرر القرار العراقي أيضا جزئيا، لا أستطيع أن أقول كليا، وبدأ يحرر الموصل وحول الموصل، والآن دخل إلى اليوم سمعت الأخبار على ما أظن إلى جامعة الموصل وحررها، وأعتقد أنه في القريب العاجل يحرر الموصل بالكامل، وسوف وأيضا أعتقد وبل وليس أعتقد وأجزم أن هناك بعد تحرير الموصل سوف يقدم الجيش العراقي مساعدة إلى الجيش السوري في تحرير الأراضي السورية من داعش ومن جبهة النصرة ومن الإرهاب. طيب دكتور نزار، يقول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قبل قليل بأنه نقل رسائل شفهية متبادلة بين السعودية وإيران، ويقول بأننا نسعى لتقريب وجهات النظر. يمكن للعراقيين أن يخففوا أيضا حالة التوتر الموجودة بين إيران والسعودية؟ يمكن للعراقيين أن يلعبوا
على إيقاف الدعم الإرهابي المستمر من الحكومة السعودية للمرتزقة في سوريا والعراق؟ طبعا نحن فقط نتأمل ذلك، ولكن أنا شخصيا كرأي شخصي لا أستطيع أن أعول حتى يعني على الدور العراقي في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، لأن السعودية ما زالت راكبة رأسها. طبعا هناك طبعا الوهابيين، أقول للأسف طبعا لا أريد، كنا نتمنى أن نستخدم هذه الألفاظ الوهابية والإرهاب والكذا، ولكن للأسف السعودية يعني غطت بعض الركب في الإرهاب وفي دعم الإرهاب إن كان في العراق وإن كان في سوريا. فلذلك كيف يمكن تقريب وجهات النظر بين إيران وبين يعني السعودية من خلال الوسيط العراقي، وما زالت السعودية تدعم الإرهابيين إن كان في سوريا وإن كان في العراق. وأنا بالمناسبة كتبت منذ أيام، أتمنى من الأخوة العراقيين أن يطلبوا، تصور أن يطلبوا مساعدة السعودية في تحرير الموصل. أتمنى ذلك، وأنا من خلال شاشتكم لنتعرف هل 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 فعلا السعودية جادة يعني وتستطيع أن تقدم العون والمساعدة في محاربة داعش الإرهابي المعترف عليه بكل دول العالم إرهابيا، يعني لتقدم فقط هذا الطرح الحكومة العراقية إلى المملكة السعودية. تعالوا يا أخوة يا سعوديين ساعدونا في محاربة الإرهاب، نحن نعاني من الإرهاب الداعش فقط. نحن نقول الداعش دكتور الداعش. حتى نذكر الناس يعني من وراء السفير السعودي في بغداد كانت راح تسقط الحكومة العراقية، هلا دعم عسكري ما يضل أحب الحكومة في بغداد. لا لا بس هون حول يعني طيب. كان الأولى إذا بدها فعلا تحارب الإرهاب كان الأولى يعني تبعث رصاصة باتجاه أو حدا يحمل رصاصة باتجاه القدس المحتلة، المسجد الأقصى هو الأولى عن أي يعني. يسعد مساه للدكتور نزار وأنا بشد على أيده يعني لحشر المارقين، لحشر الزنادقة، لحشر المنافقين في الزاوية الضيقة نعم، لكن الأمور متضحة. يعني من يعترف نتنياهو بعلاقات أكثر من وطيدة هؤلاء يعول عليهم، هذا أمر. الأمر الآخر يعني أنا استغرب يعني كيف يمكن الحديث عن موضوع وضع أمران متناقضان، ما في مقاييس ما بين إيران والسعودية. شو هي المقاييس؟ هاي دولة هاي دولة. طيب صار في عنا خلينا بالسياسة. اليوم صار في تقارب تركي روسي، وهذا التقارب ساهم بشكل أو بآخر بإيقاف الدعم التركي للإرهاب. ليش ما نستفيد أيضا من علاقة العراق الآن بوجود وزير خارجيته إبراهيم الجعفري على الأقل تقليل الخسائر؟ في عندنا خيار سيء وفي خيار أسوأ، خلينا نأخذ الأقل سوءا. أقل ما يمكن يعني دعنا يعني وين إيران كناحية علمية، كناحية تقدمية، كقوة سياسية اقتصادية عسكرية؟ إيران والمقاومة يا جماعة وين رايحين؟ هاي عندهم مشروع مقاومة يوازي مشروع الإمبريال الصهيوني. نحن ما عدونا على الإطلاق هدول فقط الإرهابيين، المشروع المقاوم يفكر في كيفية القضاء وتقويض روافع القوة لدى المشروع الصهيوني الأمريكي. مين هاي السعوديين المتصحرين يعني اللي حتى الآن إذا بدهم يفتخروا بشيء يفتخروا بإقامة مسابقة لأجمل دجاجة ولا أجمل نعجة ولا أسرع ناقة؟ يعني مجرد المقارنة مقارنة فاسدة. يعني مثل بدي أقول إنه والله هذه الغرفة قديش طولها؟ 10 كيلات. شلون يعني 10 كيلات طولها؟ لا يمكن المقارنة على الإطلاق. ما يتعلق بموضوع تركيا، لا أنا لا شخصيا، هذا بيبقى رأيي الشخصي، لا أرى أن هناك التفاته ولا تدويره ولا يعني استدارة تركية على الإطلاق، وإنما هي خطوة أمريكية بلبوس تركي. كل ما في الأمر أن أصحاب الفكر الشيطاني الذين يتحكمون بمفاصل صنع القرار الأمريكي بما في ذلك سدة الرئاسي أو البيت الأبيض وصلوا إلى يقين مطلق بأن الخسارة على المستوى الاستراتيجي من وراء هذه الحرب التي فرضوها على المنطقة سرعان ما ستتبلور. لضمان عدم تبلور هذه النتيجة أو هذه الخسارة الاستراتيجية بغض النظر عن الأرباح أو الانتصارات التكتيكية والعملياتية التي يعني حققوها من خلال إشاعة الخراب والدمار والقتل الآخر ما هنالك، كان هذا المخرج. يعني دوما وأبدا يفتش ما هو البديل، ما هو المعادل. أما يعني عجز عن التفتيت. طيب هل تتخلى عن أهدافها الاستراتيجية؟ بكل تأكيد واهم من يظن أنها ستتخلى. لذلك كان التلويح أو الزج
بتركيا وروسيا تدرك ذلك. يعني إذا بيظنوا الأمريكيين أو الأطلسيين إنه والله إنهم عم يتشاطروا، لا، قراءة الذاتية بمعطيات الفكر الاستراتيجي هذا واضح بأنهم يريدون موطئ قدم لضمان، يعني كما يقال، أنا لا أقول الانسحاب وإنما تبديل الورقة بأقل خسائر ممكن. طيب، بالتأكيد خسارة الموصل هي خسارة للمشروع الأمريكي السعودي من قبل الإرهابيين. بالتأكيد نتحدث دكتور نزار، ما بعد الموصل الأمور راح تختلف كثيرا في المنطقة. السعوديين في الأسابيع الماضية بقضيتين، الأولى حل المشكلة اللبنانية، والثانية كان هنالك اتفاق في أوبك، كان هنالك في تعاون روسي، عفوا سعودي إيراني، هذا كلام لأحد المسؤولين الإيرانيين. تتفق مع الدكتور حسن ما يطرحه أم يمكن الاستفادة اليوم من دور العراق بشكل أو بآخر على الأقل لإيقاف الدعم السعودي للإرهابيين في المنطقة؟ صديقي، يعني لكم نحن نتمنى لا أكثر ولا أقل، ولكن كمحللين يعني سياسيين أو كناس يعني تحلل ما 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 وراء الأحداث، أعتقد أنه يعني العراق يعني لا أعتقد أنه يستطيع أن يقرب وجهات النظر بين، يعني أنا آسف لهذا الكلام، احترامي للحكومة العراقية، مع احترامي للسياسيين العراقيين، ولكن لا أعتقد أن ذلك سوف يحدث، أن هناك تقريب وجهات نظر بين إيران والسعودية. كما يعني أجاب وقال الدكتور حسن، هيهات ما بين هذه الدولة وتلك الدولة، يعني طرفين متضادين تماما صديقي، يعني سالب وموجب، يعني عفوا. طيب ما الحل مع السعودية؟ ما الحل مع السعودية في سوريا والعراق؟ الحل يا صديقي هو الاستمرار، الآن هو الاستمرار في حل القضية السورية ومحاربة الإرهاب في سوريا، استمرار الجيش العراقي في محاربة الإرهابيين في طبعا في الموصل وتحرير الموصل، ونحن متأكدون طبعا أن الموصل سوف يتحرر في القريب العاجل على يد الجيش العراقي الباسل، هذا شيء أكيد ولا يمكن حتى يعني الشك به. أما بالنسبة للتقارب السعودي الإيراني فهو أعتقد سوف ربما يكون في المستقبل هناك تقارب سعودي إيراني عندما تشعر السعودية طبعا بأنها أصبحت وحيدة، يعني كما حصل مع تركيا، بالمناسبة كما حصل مع تركيا، كيف صار هناك تقارب روسي تركي، كيف صار هناك تقارب روسي تركي، كيف طبعا لا نقول استدارت تركيا 100% أو إلى آخره، ولو جزئيا مثلا، وبدأت تتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، بدأت يعني الحديث مع حتى الجماعات الإرهابية في سوريا أن يوقفوا تمددهم، ممكن وقفوا إمداد بالأسلحة، ممكن جزئيا توقفت يعني أغلقت الحدود مع سوريا. هنا هذه الطريقة عندما اضطرت تركيا لأن تفعل ذلك فعلت ذلك مرغمة، وأعتقد أن الآن السعودية تعاني اقتصاديا بشكل كبير جدا وكلنا يعرف ذلك. السعودية تعاني طبعا من وجود أصدقاء لها، لا يوجد أصدقاء في حقيقة، طبعا ناس يقولون يا أخي لا يوجد أصدقاء في السياسة وأعداء في السياسة، ولكن هناك إلى حد ما أصدقاء، هناك أنا يعني دول حليفة نقول، يعني هنا سوف يأتي ترامب، يعني طبعا لا نستطيع أن نعول بشكل مطلق على ترامب، طبعا ترامب له تصريحات بما يخص السعودية الدولة الاستبدادية، طبعا هناك يعني السعودية جارتها العراق طبعا علاقات سيئة مع تركيا، علاقتها ليست جيدة كما يعني أكيد مع إيران علاقتها ليست جيدة، إذن إلى أين السعودية، إلى أين ذاهبة السعودية؟ لذلك أعتقد مآلها أن تخضع لأن توقف إمدادها للإرهابيين، أن توقف تسليح وإمداد الوهابيين في المنطقة، ولأنه إذا لن توقف ذلك ودعمها للإرهاب في المنطقة، فأعتقد المجتمع الدولي كله سوف يضغط عليها وسوف يبدأ يعني إلى حد ما محاربتها ولو اقتصاديا. طيب، طبعا تبقى معنا دكتور نزار في خبر عاجل الآن، وسائل إعلام مشاري كرام تنقل بأن أنقرة وموسكو يقرران دعوة واشنطن لمحادثات أستانة الخاصة
بسوريا حسب ما تنقل وسائل الإعلام. يتم دعوة الآن واشنطن لمحادثات أستانا الخاصة بسوريا من قبل أنقرة وموسكو. بالتأكيد هي الدعوة ليست لإدارة أوباما دكتور نزار، هي الدعوة لإدارة ترامب. نعم. ماذا يعني ذلك؟ نعم، كما قلنا لكم يعني في البداية، أنا قلت لكم روسيا رفضت دعوة إدارة أوباما رفضا قاطعا على لسان كل الدبلوماسيين الروس. نعم. إن كان وزير الخارجية، وإن كانت ناطقة باسم وزارة الخارجية، وإن كانت ناطق باسم الرئاسة الروسية، رفضوا دعوة وقالوا هذا لا حديث في ذلك. دعوة الرئيس أوباما، إدارة الرئيس أوباما إدارة عدائية، إدارة هي أوجدت داعش، يعني هم اعترفوا بذلك. كيف لروسيا أن تدعو يعني هذه الإدارة التي تدعم الإرهاب، التي لا تريد حل للقضية السورية؟ نعم. ولكن بالمقابل ترامب يعني أعطى في خلال تصريحاته حتى الأخيرة، يعني حتى مقابلاته الأخيرة، تصريحه الأخير الصحفي، قال نحن نريد أن نتعاون مع روسيا في حل الأزمة السورية. نعم. ولم يقل كلمة واحدة ضد الرئيس بشار الأسد بالمناسبة، قال بالعكس، طالما الرئيس بشار الأسد يحارب داعش فلماذا لا نتعاون معه؟ طيب. هذا طبعا الحملة الانتخابية، إذا ولم يغير أي شيء من مما صرح به سابقا، وبالعكس يعني صرح الآن أكثر من مما صرح به سابقا بجدية في محاربة الإرهاب، التعاون مع روسيا، التعاون حل مشاكل المنطقة بالتعاون مع روسيا. ولكن دعني يعني أتحدث عن أمر أيضا مهم جدا، لا هذا لا يعني أنه خلال يوم وليلة يستطيع ترامب أن يتعاون مع روسيا في حل القضايا الدولية والقضية السورية، لا طبعا. طيب. لأن هناك أشواك وهناك ألغام كثيرة وكثيرة جدا زرعتها إدارة الرئيس أوباما. نعم. يجب إزالتها من بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل يعني التعاون والاستمرار فيما بعد في حل القضايا الدولية وخاصة السورية. أشكرك على وجودك معنا عبر خدمة سكايب من موسكو الدكتور نزار البوشي المختص بالشأن الروسي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. بتعليق حتى أعود مرة ثانية للموضوع العراقي، دعوة واشنطن إذا ما تم تأكيد الخبر بشكل رسمي من الخارجية الروسية، تصرف عاقل وذكي وموضوعي، يعني ما. حتى لو لم يتم دعوة واشنطن، فواشنطن موجودة في الأستانة، سواء شاءت سوريا وروسيا وتركيا ذلك أم أبت هذه الدول. نحن نتحدث عن أمريكا، أمريكا هذه دولة إمبراطورية عظمى، واهم من يظن أن بإمكانه أن يحيد يعني تأثير وقدرات. نحن عم نحكي عن أمريكا، ما نعم نحكي عن جمهورية من جمهوريات الموز، ما نعم نحكي عن إحدى مشيخات الخليج اللي أنت سيادتك سألت إن والله كيف ممكن تحييد أو التعامل مع الخطر السعودي. ريح حالك أستاذ حسين ويريح حاله الكل، ما في داعي حدا يزعج حاله. كيف يمكن العمل على التخلص من هذا الخطر؟ الحل، من أوجد هذه الأسر الأوليغارشية الآن وصل إلى قناعة بأنها سقطت في الامتحان. دوما وأبدا السقط بالامتحان يعاقب. ليس أمام يعني آل سعود وغيرهم من هذه الأسر التي تتحكم برقاب العباد والبلاد إلا انتظار الصوت الأمريكي، وبالتالي لكي يتم يضربوا أكثر من عصفور بحجر واحد. هالإرهاب اللي ما يجمعوه بإدلب، اللي تم تجميعه من كل دول العالم، وين بده يروح هذا؟ هذا بكل تأكيد يعني بدهم يتعاملوا معه، بيتم عادته باتجاه السعودية، والسعودية إذا صارت 4 دول واللي 5 دول ما كتير بيزعج لا إسرائيل ولا أمريكا، لأنه كل دولة من هالدول بدها تكون عندها استعداد إن تكون أكثر ذلاً وأكثر عبودية وأكثر تبعية. وبالتالي قراءة الذاتية، العنوان الأبرز الذي تتضمخض عنه هذه الحروب أو هذه الألسنة اللهب التي أرادوا أن إحراق المنطقة بها، ستكوي أول ما تكوي بشكل مباشر رؤوس الحراب التي تورطت في هذه الحرب، وفي مقدمتها بلدان الخليج الآسن للأسف بكل ما تعنيه الكلمة، ما يتعلق بإمكانية المراهنة على دور سياسي أو عسكري أو غير ذلك. هؤلاء تبع، والعبد لا يستشار من قبل سيده. يعني لما بيقول له الأمريكي لموظف بالسفارة الأمريكية درجة ثالثة أو بالاستخبارات الأمريكية درجة ثالثة أو رابعة، للكبير السعوديين أو غيره من الأسر الحاكمة في بقية المشيخات، عليك أن تلتزم بذلك، فهم سيلتزمون بذلك. طيب طبعا
سقوط الموصل بال 2014 كان بمؤامرة سعودية تركية، والدعم كان واضح في ذلك الوقت. الآن حسب المصادر العسكرية العراقية، جزء كبير من الساحل الأيسر للموصل قد انتهى، وهو أصبح مع الجيش العراقي، وأيضا لدينا تحضيرات للبدء بالساحل الأيمن لها. ماذا يعني ذلك سياسيا؟ يعني الكثير على السياسيين وعسكريين. بالمناسبة أستاذ حسين، ما يتعلق بموضوع تطهير الموصل أو تحرير الموصل من رجس داعش كان يعني أقرب ما تكون لمسرحيات لأفلام هوليوود، أنه والله بيغضون كم ساعة بيدخلوا بيشتاحوا كل الموصل. الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان جايب معها قرابة 500,000 بقت 18 يوم تقريبا تفات العراق، هنن في غضون كم ساعة اجتاحوا الموصل برمتها، كذا مقر قيادة فرقة. كان كل هذا مخطط لسبب بسيط، لأمر جوهري واضح، هو أنهم ياخذوا الأسلحة الثقيلة الموجودة بمقرات قيادات الفرق العراقية والتعامل بها على الجبهتين. ليش أمريكا مصرة على بشكل دائم عندما يتقدم الجيش العراقي أو قوات الحشد الشعبي باتجاه المنطقة الفاصلية الحدود السورية العراقية تقوم الدنيا ولا تقعد؟ هم لا يريدون على الإطلاق للجيش لا السوري ولا الجيش العراقي أن يبسط سيطرته على هذه المنطقة الفاصلة. هم يريدون أن تبقى داعش لأنها في نهاية المطاف هي ابنهم الشرعي، مو ابنهم غير شرعي، التي تنتشر بهذه المنطقة. وبالتالي العنوان الأبرز الآن هو محاولة إطالة أمد هذا الواقع القائم أطول فترة ممكنة، سواء كان بالذهاب اتجاه الأستاني، سواء كان فيما يتعلق بسوريا، سواء كان بالحديث عن معسكر بعشيقة وغيره، سواء كان محاولة خلط أوراق جديدة. الآن نسمع يعني، وهذا ما أحذر منه، العزف على الوتر الطائفي وإعطاءه تجسيد عملي على أرض الواقع في صفوف الإخوة العراقيين. ماذا يعني؟ في البداية حاولوا أن يكسبوا الحشد الشعبي بعضا طائفيا معينا، لماذا؟ لأنهم يدركون بأن هذا البعد غير موجود، لكن يريدون أن يخلقوه على أرض الواقع. ما يتعلق بالواقع الميداني لا أرى ثمة ما يدعو للقلق على الإطلاق. ما تم إنجازه من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي هو أكثر من إنجاز بكل ما تعنيه الكلمة، وهو ما يمكن أن يبنى عليه. لكن أهم، أعود وأشدد، يا أخي، لا بالعراق ولا بسوريا، مو مشكلة الدولة السورية ولا الدولة العراقية بالمجاميع الإرهابية المسلحة، بغض النظر عن أعدادهم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ولا بالأسلحة الموجودة معهم. مشكلة الدولة السورية والدولة العراقية أن أصحاب هذا المشروع التفتيتي لم يتخلوا عنه. وواهم من يظن بأن واشنطن وكل من يتبع الجرس الأمريكي ستتخلى عن هذا المشروع. قد تبدل في التكتيكات، قد تبدل في المقاربات، لكن الأهداف الاستراتيجية ستبقى قائمة، وهذا ما يجب الحذر منه والعمل على منعه. بسؤال أخير حتى أختم استدراك حلقة هذا اليوم، يخشى من استعادة الموصل بأن يكون هناك ردود قاسية من تنظيم داعش ومشغليه ليس من هذا التنظيم، أتحدث عن أمريكا السعودية تركيا في مناطق أخرى. إذا استطاعوا أن يمنعوا استعادة داعش، استعادة الموصل من تحريرها من داعش، لن يدخروا جهدا. وفي الوقت ذاته إذا فرض هذا الأمر فرضا من قبل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، مع أني أنا لا أرى أن يعني التقدم الميداني بمعزل عن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية كي يكون موضوعيين يعني. هناك أيضا غير عقلاني استعداء أمريكا، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن توعز الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة لأذنابها في المنطقة للإعاز إلى هذه المجامع الإرهابية المسلحة لمزيد من التصعيد، لمزيد من استهداف أهم عامل من عوامل قوة الدولة السورية أو العراقية، ألا وهو الشعب. يعني الحذر من الاعتداءات التي تطال أكبر قدر ممكن من فئات الشعب، وبخاصة من خلال التفجيرات، من خلال العمليات الإرهابية أو التفخيخ، أو يعني بحيث أن تبقي الأمور على نار ساخنة، و تحاول لي ذراع سواء كان الدولة السورية أو الدولة العراقية. قد يكون الواقع يعني في سوريا أكثر هامش الحرية التحرك أكثر، لأنه أمريكا بالأساس بخندق الاصطفاف في الطرف الآخر، وبالتالي في حين بالعراق لا، قد يكون الوضع بالعراق أصعب، لأنه ليس بإمكان كي نكون موضوعيين الأخوة في العراق المسؤولين العراقيين أن يغمضوا أو يضعوا ستارة أمام أعينهم عن حقيقة فاعلية الدور الأمريكي الذي ما يزال فاعلا في الكثير من فواصل صنع القرار العراقي بما في ذلك الجزئية منها. أشكرك على وجودك معنا في استديو حدث هذا اليوم دكتور حسن حسن، الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا. شكرا لكم. وقفة سريعة مع عبر الصورات في العالم.
السلطات الإسبانية تعلن اعتقال 3 متشددين والعثور على أسلحة خلال عمليات دهم في البلاد. خفر السواحل الإيطالي يعلن إنقاذ 550 مهاجراً من البحر المتوسط وينتشل جثتين. العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة تسفر عن مقتل شخص في ولاية ميسوري. السلطات الصينية تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الطيور. ذاكرة الحدث لهذا اليوم 4/2. في مثل هذا اليوم من عام 1929 ملك أفغانستان أمان الله خان يتنازل عن العرش. في عام 1952 إعادة انتخاب جوزيف بروز تيتو رئيسا للجمهورية اليوغوسلافية. في عام 1999 مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون فيما عرف باسم فضيحة مونيكا جيت. في عام 2005 هبوط المسبار هيجنز على تيتان قمر كوكب زحل. وفي عام 2015 استقالة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو من منصبه. قبل الختام تذكير بالعناوين. الحياة والمياه إلى مجاريها في وادي بردة بريف دمشق، خطوة أخرى على طريق المصالحات. قبيل محادثات أستانا، هل تنتظر موسكو إدارة ترامب لدور أمريكي مغاير؟ القوات العراقية تستعيد مزيدا من المناطق في معاركها بالموصل. استديو الحدث انتهى لهذا اليوم، نلقاكم غدا إن شاء الله بنفس التوقيت. تحية فريق العمل.